لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ منها مقالا بعنوان اتيكيت انتخابي للكاتب إحسان جواد كاظم، حيث يقول: الانتخابات بدأت والصراع الانتخابي بين الأحزاب على إشغال مقاعد مجالس محافظات البلاد في أوجه، وربما سوف يتصاعد مع ظهور النتائج. يقول الكاتب أيضا: نحن أمام أكبر مقاطعة شعبية في تاريخ الانتخابات، مضيفا أن المراقب للإتيكيت السياسي بما هو مجموعة السلوكيات والقواعد والنظم والآداب المساعدة في التعامل بين القوى المتنافسة يكاد أن يجزم بانعدامه، لا سيما أن التدافع بالمناكب لجني الغنائم والتسابق المصلحي والصراعات البينية هو ديدن أغلب القوى المهيمنة وجوهر صراعها، وليس البرامج الانتخابية لخدمة المواطن. وفي ظل غياب قوانين تنظم ظروف وحدود وطبيعة التنافس بعد وضع قانون الأحزاب على الرف، تشهد الأمور فلتانا واضحا. الكثير من المرشحين يخرجون من عباءة القوى المتنفذة الفاسدة ذات النهج المحاصصي أصلاً، ذات الأيديولوجيات التي لا يشكل الإنسان محورها، بل المذهب أو الطائفة أو الدين أو القومية، وتملك المال والسلاح والسلطة والإعلام، لذا فهي ليست مجبرة على اعتماد الإتيكيت في خطابها وسلوكها الانتخابي. علو نبرتها محكوم أيضاً بهاجس الخسارة وفقدان الوسائل والمنافذ للحصول على الامتيازات والغنائم. ولا شك أن الذين اشتروا ترشيحاتهم بدماء قلوبهم يسعون إلى الفوز واسترجاعها بأضعاف مضاعفة، لذا فإن المستوى الأخلاقي لمثل هؤلاء والساعين مقدماً لنهب المال لابد وأن يكون متدنياً أو معدوماً، وهذا تقييم شعبي شائع لهم. لهذا نشهد صراعات شخصية نفعية محتدمة خرجت عن إطار الأعراف والأخلاق، وصلت حد التنابز والسب والشتم الشخصي وتمزيق دعايات انتخابية وتبادل الاتهامات بالفساد. بالمناسبة، هي على الأغلب صحيحة وواقعية سهلة الكشف فيما لو امتلكت الجهات الرقابية شجاعة التحقيق فيها، والجهات القضائية الحكمة بإدانة مرتكبيها، وكلهم ولد القرية وكل من يعرف أخيه. إلى صحيفة الميثاق الوطني، ونقرأ منها مقالا للكاتبة ثائرة أكرم العقيدي بعنوان ماذا بعد انتخابات مجالس المحافظات. جاء فيه: من الصعب التوصل إلى توقعات دقيقة فيما يتعلق بالنتائج، لكن التوقعات تشير إلى أن الأحزاب والائتلافات الكبرى سوف تحتفظ بالأولوية. هذا يعني أنه من بين مجالس المحافظات 15 المتاحة، من المرجح جدا أن تسيطر على المحافظات الجنوبية 9 وبغداد أحزاب الإطار التنسيقي أو تلك المتحالفة معها، وسيتم تقسيم الأنبار وصلاح الدين بين الحلبوسي ومنافسيه، رغم أن تقدم لن يفوز بعدد المقاعد الذي يأملونه بسبب إقالة الحلبوسي من منصب رئيس البرلمان، وستكون ديالى وكركوك ونينوى محل نزاع شديد بين العديد من التحالفات الكبيرة. الصيغة التوافقية التي تحولت إلى محاصصة شاملة في توزيع المناصب بدءا من المواقع السيادية رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان، مرورا بالوزارات والهيئات والمحافظات والوكالات والنقابات والمديريات العامة، لا تنسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أجريت منها 5 دورات حتى الآن وأنتجت 7 حكومات. هذه الصيغة انعكست على الحكومات، الحكومة الاتحادية مثلما انعكست لاحقاً على الحكم المحلي، المحافظون ومجالس المحافظات، ولعل المتغير
الذي لم تكن تتوقعه القوى السياسية هي الاحتجاجات الجماهيرية الكبرى التي اندلعت في الأول من أكتوبر تشرين الأول في عام 2018 وامتدت إلى عام 2019 وأدت إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي في عام 2020، والتي هددت الصيغة التي بنيت عليها العملية السياسية لولا أن جرت مجابهتها بالحديد والنار، الأمر الذي أدى إلى مقتل نحو 600 متظاهر وجرح الآلاف. أما على مستوى الأحزاب فهي الأخرى أصبحت تطرح نفسها لمجرد قدرتها على التسجيل كحركة سياسية لدى مفوضية الانتخابات أو قدرتها على عقد مؤتمرات تأسيسية تحضرها جموع ترتدي البدلات الرسمية. إلى صحيفة العالم الجديد العراقية نقرأ منها مقالاً بعنوان: هل تتحول الانتخابات لمسمار في نعش النظام؟ يقول الكاتب منتظر ناصر: مع بداية أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ 10 أعوام، تعود الانتخابات في ظل ظروف مختلفة، لكنها لا تقل صعوبة في سجل النظام السياسي الصعب، حيث أنها ستتحول إلى سهم قاتل أو مسمار في نعش النظام الذي بدأ يفقد الكثير من شعبيته منذ سنوات. فالانتخابات في جميع الأنظمة الديمقراطية تعتبر بمثابة تجديد للعقد السياسي بين الشعب والنظام، وعامل من عوامل تعزيز الثقة بين الطرفين، لكنها في العراق آخذة في الاتجاه الآخر. حجم المقاطعة وعدم المشاركة الشعبية سيكون اليوم 18 من كانون الأول ديسمبر 2023 هو الأكبر في تاريخ العملية السياسية بسبب الذاكرة السيئة عن تلك المجالس، والتي لم تقدم نموذجاً صالحاً في الغالب، بل على العكس من ذلك لا زالت الصور السلبية عن الفساد والابتزاز والمناكفات التي يمارسها أعضاء المجالس حاضرة بقوة في ذهن المواطن. تضارب وجود هذه المجالس مع المطالب الشعبية بإلغائها كما حدث خلال تظاهرات تشرين بوصفها حلقة زائدة في النظام تزيد من ترهله وتعيق تقديم المشاريع والخدمات، إجراؤها وفق قانون مرفوض شعبياً الدائرة الواحدة سوف يزيد الهوة بين الطرفين، لأنه سيعكس هيمنة الأحزاب الكبيرة ويعدم أي تمثيل محلي حقيقي للأهالي. من هذا كله يتضح أن أحزاب السلطة لا تهتم كثيراً لحجم المشاركة أو لشرعية النظام التي باتت على المحك، بقدر اهتمامها في تحقيق النفوذ وإعادة التموضع السياسي والمالي واستبعاد الخصوم والهيمنة على أموال المحافظات التي ستتدفق بوفرة بعد توزيع المناصب. اتهم الصحفي المعروف جوناثان كوك الإعلام الغربي بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكب في غزة، وقال في مقال على موقع ميدل إيست آي إن وسائل الإعلام الغربية لم تكلف نفسها التحقيق في المزاعم الإسرائيلية بخصوص الفظائع التي قيل إن حماس ارتكبتها يوم 7 من تشرين الأول الماضي، وذلك على الرغم من أنها تدعي أنها لا تخشى في تعقب الحقيقة لوم تلائم، بل ثبت بالفعل أن كل ما تفعله هو أنها تتقيأ أخباراً وحكايات تغذيها بها إسرائيل نفسها. بالرغم من شح الأدلة عن تلك الجرائم التي يتحدثون عنها، فإن وسائل الإعلام الغربية تتجاهل الحديث عن أفعال إسرائيل نفسها يوم 7 من أكتوبر، ولا تكف بي بي سي وغيرها عن العودة إلى الحديث عن جرائم حماس في ذلك اليوم، ولكنها تخفق في ذكر أي شيء عن الأدلة المتزايدة على أن إسرائيل قتلت مواطنيها، وبذلك مهد السخط سبيل إسرائيل للمضي قدماً في تدمير مساحات شاسعة من غزة وقتل ما يزيد على 18,700 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، والاستمرار في حرمان سكان القطاع البالغ عددهم 2,300,000 نسمة من الحصول على الطعام والماء والوقود.
لا ينم ذلك فقط عن انعدام الضمير لدى هذه الوسائل الإعلامية، وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار سجل إسرائيل الطويل في نشر الأكاذيب ما صغر منها وما كبر، ولكنه يكشف أيضاً عن ممارسات تنتهك جميع المعايير الصحفية الأساسية. يمكن القول إن الصحفيين الغربيين متواطئون في الجرائم التي ترتكب حالياً ضد الإنسانية في غزة. نتحدث عن جرائم ترتكب الآن في هذا الوقت تحديداً، وليس عن جرائم ارتكبت قبل شهرين. تساءلت مجلة دير شبيغل الألمانية في تقرير لها بشأن إمكانية هزيمة حركة حماس، مستبعدة في الوقت نفسه حدوث هذا السيناريو بالنظر إلى قوة الحركة وحجم التأييد الشعبي لها. ورغم أن دولة الاحتلال حولت على مدى الشهرين الماضيين حولت غزة إلى صحراء من الأنقاض، إلا أن المجلة نقلت عن خبير في شؤون حماس قوله إن فكرة أن إسرائيل قادرة على هزيمة حماس أو القضاء عليها عسكرياً هي فكرة غير واقعية، وإن أيديولوجية الحركة ستظهر في حركة أخرى. لا يمكن تدمير حماس، فهي ليست مجرد منظمة، لكنها قوة ذات جذور في المجتمع، وأفكارها متجذرة في عقول وقلوب الناس. والتعامل مع هذا الأمر يمكن مقارنته بتطهير ألمانيا بعد الحرب، أي إنها عملية ستستغرق عقوداً. وتعتقد دير شبيغل أن حماس قد تخرج من هذه الحرب وقد تم إضعافها عسكرياً، لكنها أصبحت أكثر قوة على المستوى الاستراتيجي. ورأت المجلة أن هجوم حماس طوفان الأقصى شكل نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفتح الباب أمام صدمات جديدة وقديمة. فالإسرائيليون تذكروا المحرقة والفلسطينيون تذكروا النكبة، وهجوم حماس أعاد القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العالمي، وشددت على أن استطلاعاً للرأي أظهر أن حماس باتت القوة الرئيسية في مواجهة إسرائيل بالنسبة للكثير من الفلسطينيين. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يعد الحفاظ على عظام قوية مرنة أمراً ضرورياً للصحة العامة، ومع تقدمنا في العمر تصبح الحاجة إلى دعم العظام أمراً حيوياً بشكل متزايد. وقد ظهرت مكملات الكولاجين كوسيلة شعبية واعدة لتعزيز صحة العظام، ووفقاً لجامعة كاليفورنيا أجرى باحثون دراسة بين النساء بعد انقطاع الطمث، ف
فوجدوا أن تناول مكملات الكولاجين يوميا لمدة عام أدى إلى زيادة ملحوظة في كثافة معادن العظام في العمود الفقري القطني وعظم الفخذ العلوي. ووفقا لمدرسة هارفارد تيشان للصحة العامة، فهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، حيث يوفر القوة والمرونة للعظام، ما يضمن قدرتها على تحمل ضغوط الأنشطة اليومية. تتكون غالبية مصفوفة العظام من الكولاجين، وتحديدا النوع الأول منه، وتشكل شبكة الكولاجين هذا سقالة للمعادن مثل الكالسيوم والفسفور، وهي ضرورية لكثافة العظام وقوتها. يلعب الكولاجين دورا في إعادة تشكيل العظام، وهي عملية مستمرة يتم فيها استبدال أنسجة العظام القديمة بأنسجة عظمية جديدة. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. It was like switching the light on, you know. It was like we were selling very slow, and then suddenly we had a huge demand on kufiyas that we cannot fulfill. We have at the moment more than 200,000 people who inscribed themselves on kufiya.org on the notify me list to get a kufiya. Since the war in Gaza started, it felt like so urgent for me that this is the time, because all the criminalization of every Palestinian symbol, the Palestinian flag, the kufiya, seen as a symbol of terror and being criminalized, like Arabic language everywhere. So I thought like, now it's the time for me. I want to have it now urgently. نلقاكم بإذن الله.